نشوف ونرجع تاني نشوف إلا عندنا كمان في شوية حاجات كده نشوف مشاهدينا. أنا كنت سليم. كنت سليم وبعدين؟ كنت نقلي عالية. عالية. كنت راكب على نقلة عالية؟ وقعت؟ على دماغك حصل لك القصة دي. لكن أنت بتعرف تسوق. لكن ما طلعتش بقى رخصة ما طبعا رضا امبارح تم ضبط العربية بياخدها في داخل بورسعيد هنا. هو رضا عنده يعني تقريبا وقع وهو صغير، عنده اعاقه في الاعصاب، معهوش رخصه قياده، رخصه عربيه ساريه وسليمه. تقريبا صاحب العربيه اداها له بالليل. كنت رايح فين يا رضا انت؟ تحط جهاز يمون العربيه على كلامه، يعني يمون العربيه، وتم ضبطه في الحمله الاقوال الامنيه بالليل. عندنا حملات تقريبا على مدار ال 24 ساعه. طبعا ده صاحب العربيه اللي تم ضبطها بس بياخدها رضا. انت ازاي تامن على عربيه زي ديت ياخدها، يعني حاله زي الحاله اللي قدامنا دي، في اعاقه ومعهوش رخصه قياده، وانت عارف الحوادث اللي بتحصل اليومين دول، وكلنا لازم نتضامن على ان اللي يسوق عربيه لازم يكون لائق طبيا ويكون معاه رخصه، ورخصه تكون متوافقه مع العربيه اللي هو راكبها. وقفت العربيه بالليل، السواق وقف جنب البنزينه، بينه وبين البنزينه بتاع مدمن. وهو اتصل عليا بالليل قال لي البنزينه العربيات كلها مونت وواقف فاضيه. قلت له خلاص هنعمل ايه؟ قال لي هخش امون واقف على جنب. قلت له اوعى اتحرك العربيه. قال لي ماشي، اكتر من ان البنزينه جنبه. قال لي ماشي، ورحت قافل التليفون ونمت. فوجئت ان الصبح قالوا لي العربيه اتمسكت. انا معلم السلك في خلايا من زفت كفر احنا زي كده. ازاي اعمل ايه؟ اكل عيش اطلعها رخصه ازود راعي دي. طيب ازاي ازاي عربيه زي دي ازاي؟ لو مش عارف اللي انا قدها وحدود مش هطلع من بيت واركب عربيه زي دي. طب وقدها ازاي قادر تسوق دراع واحد؟ اقعد جنب مني وشوفني وهات لي مليون سواق وانا اعدل لك عليه.